مشاهدينا الكرام، للتعليق على المحاولات الإيرانية لإعادة تشكيل المشهد السياسي في العراق وفق رؤيتها ومصالحها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بكم دكتور هلال. بداية، شمخاني أنهى زيارته لبغداد في محاولة لإعادة ترتيب ما يعرف بالبيت السياسي الشيعي. هل تعتقد أن حظوظ هذه المحاولات في النجاح ممكنة بعد تفجر تظاهرات ثورة تشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. أولا، هو ليس البيت الشيعي وإنما البيت الإيراني، يعني هذا يجب أن يكون واضحا. الآن هذه التسمية رفضها الشارع العراقي ورفضها المواطن العراقي البسيط والطلبة والجماهير المحتشدة، قالت كلمتها منذ البداية. شيء آخر، أن إيران تريد أن لا تفلت الأمور من يدها وتريد أن تكون لها الكلمة الفصل، وهي كانت كذلك طيل الفترة الماضية، وخرج الشعب العراقي ليقول كفى لإيران تدخل بالعراق، وهذا ما جن جنون الأحزاب الإيرانية والميليشيات التي تفتك بالشعب العراقي تقتيلا واغتيالا وقتل بالسكاكين وبالبنادق الصيد وإلى آخره. الآن الأمر زاد أكثر تعقيد بعد أن أصبحت عملية تشكيل الحكومة وفق متطلبات الأحزاب والكتل أصبح غير ممكنا بالوقت الحاضر. وكما تابع معنا الكثيرون أن كل ما ينتج عن هذه العملية السياسية وأحزابها وكتلها مرفوض من الشعب العراقي، طيب، ولا يمكن تتوافق عليه، فبالتالي أصبح الموقف حرجا، وتخشى إيران أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته ويشكل فعلا حكومة مستقلة. دكتور هلال، ما الذي يغري الإيرانيين أو يوهمهم بشيء من النجاح بعد هذا العداء والسخط الشعبي لهم ولسياساتهم التي ارتفع وتجلى هتافات المتظاهرين أو ارتفعت وتجلت هتافات المتظاهرين وحرق صور رموزهم بأعلى شكل يمكن أن يشاهد الآن في ثورة تشرين؟ أنا أقول لك بصراحة، هو التخاذل الدولي الذي لا يزال يدعم هذه الحكومة الإيرانية في العراق، وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت تتعامل مع هذه الكتل السياسية، مع هذا النظام السياسي التي هي أنشأته. هذا ما يغري الإيرانيين. لو كان هناك رأيا دوليا حقيقيا، ورأيا بالذات الرأي الأمريكي المتحكم في العملية السياسية بالعراق وهو الذي أنشأها، أعتقد لكان للإيرانيين رأي آخر. ولكن الإيرانيون على ثقة بأن المجتمع الدولي سوف يكتفي بالإدانات وينتظر ماذا تريد أمريكا من النظام السياسي في العراق، فإن غيرت أمريكا رأيها سوف تجد الأمم المتحدة وغيرها لا تتعامل مع هذه الحكومة، ومن ضمنها المجتمع الجامعة العربية وغيرها. الأمر الآخر، الإيرانيون دفعوا بكل قوتهم إلى العراق من ميليشيات وأحزاب وكتل ومسميات، وهذا برنامج طويل يعملون عليه منذ مئات السنين. الآن الولايات المتحدة الأمريكية أتت وسلمتهم هذه الفرصة، فلاحظ ماذا حل بالمنطقة العربية. يعني هل يمكن أن نفهم من كلامك دكتور هلال أن العداء الذي نراه الآن عالميا تجاه إيران هو وهمي بكلامك؟ نحن نسمع العداء الإعلامي ولكن لم نلمس شيء واقع على الأرض، فإذا هو عداء إعلامي لم يتعدى هذا الوصف عمليا. نحن ندفع دماء منذ 11 منذ 2003 ولحد الآن حقيقة، ولكن ثورة تشرين أتت لتضع النقاط على الحروف وتقول كفى لإيران، كفى للأحزاب التي أتت بها أمريكا، كفى للأحزاب الإيرانية. ولكن نسمع التصريحات والتنديدات والإدانات، ولكن واقع الحال لا زالت الدول تتعامل مع الحكومة العراقية باعتبار حكومة شرعية. يدور الحديث الآن دكتور، أود أن أستثمر معك الوقت قدر الإمكان، يدور حديث في أروقة السياسة في بغداد أن شمخاني طلب من الأحزاب والميليشيات الطائفية، إذا يعني طبعا الميليشيات الطائفية بسرعة التوافق على رئيس جديد للحكومة. أين أحاديث هذه الأحزاب عن استقلالية القرار الوطني بين قوسين وعدم السماح لآخرين بالتدخل؟ هذا الكلام هم يعرفون قبل غيرهم أنه لا استقلال للقرار العراقي، وهم كل أمورهم بيد إيران، ونحن نعلم والشعب العراقي يعلم، ولهذا خرج الشعب العراقي عليهم. لو كان الشعب العراقي لديه ثقة 1 بالمليون أن هؤلاء لديهم قرار ذاتي لمصلحة العراق والقرار الوطني العراقي يحترمونه على الأقل ولو شكليا،
لما خرج عليهم كل الشعب العراقي شماله وجنوبه وغربه وإلى ذلك، لكن الأمر الواضح أصبح بأن هؤلاء يدارون من قبل إيران ويدارون بشكل مباشر، وإلا ما هي صلاحية شامخاني ليأتي بمعزل عن الحكومة العراقية الرسمية بين قوسين، خلينا نقول رئاسة الجمهورية وما إلى ذلك؟ أين الحقوق البروتوكولية أن يجتمع بقادة الكتل السياسية ومحزاب عراقية يجتمع بهم رجل إيراني مهما كانت صفته الرسمية أو غير الرسمية؟ إذن هناك إدارة مباشرة والعالم يرى ويسمع والشعب العراقي يرى ويسمع، وبالتالي كل ما زاد اتصاقهم بإيران كل ما زاد رفض الشارع العراقي. باختصار شديد دكتور هلال، في سؤالي الأخير لكم، هناك تسريبات سياسية وصحفية على خلفية زيارة شمخاني للبلاد تتحدث عن الإبقاء على عادل عبد المهدي وإكمال فترته، هذه الخطوة الإيرانية إن صحت هل تهدف إلى تهدئة الشارع المشتعل أم هي عبارة عن صب مزيد من الزيت عليها؟ أعتقد الإيرانيون يتخبطون كحالهم كحال الحكومة، لأن عادل عبد المهدي رفض من قبل الشارع العراقي ويداه ملطختان بدماء الأبرياء التي أمر بقواته وهو القائد العام للقوات المسلحة بقتل المتظاهرين واستخدام كافة أنواع البطش والتقتيل والاغتيالات، كل هذه يتحملها عادل عبد المهدي، فبالتالي هو لم يكن الورقة الرابحة لإيران، وإنما أعتقد هذا نوع من الغباء السياسي إذا أصروا على عادل عبد المهدي، وعادل عبد المهدي يعرف هذه الحقيقة ولهذا هو أعطى ما يسمى الإجازة المفتوحة وأعطى قدم استقالته للبرلمان، ولن يعيد الكرة مرة أخرى، لأنه نفس عادل عبد المهدي رأى كيف تخلت عنه الأحزاب والكتل التي كانت تدعمه قبل الثورة. إذن ما مصلحته ليعيد الكرة مرة ثانية مع نفس الكتل ومع نفس التشكيل؟ لا أعتقد أنه هذا مجدي لإيران. عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، أنا أشكرك شكرا جزيلا.